فن التصويب وبراعة اصطياد الهدف، هندسة العين ومتانة الذراع، ثنائية الرامي الناجح، ما يعرفها أشغر ليشق رياضة الرماية. السهام هذه اللي تشوفوها خطيرة هي متعتي الوحيدة، كل سهم صوبه يخليني نحس روحي كيما روبن هود. روبن هود هو يدافع على المظلومين بسهام الشجاعة وسط غابة شريود. روبن هود هو أسطورة من عالم الخيال، بصح أنا إبراهيم معاذ رامي من عالم الحقيقة، وسهامي بتنطلقش من غابة شريود بل من صالة الكاليتوس لتوصل لأبعد مدى. أرواحوا تكتشفوا معايا رياضة مشوقة اسمها رياضة الملوك. كم أنا اسمي وهاب إبراهيم وعاد، في عمري 12 سنة بديت هذه الرياضة الرماية بالقوس منذ عام. مع الأول أنا ما عجبتنيش منها، بصح مع الآخر كيشت لكمبيتيسيون منها أتحمس منها، بديت نتعمق فيها بزاف. عجبني الهدوء تاعها والتركيز تاعها، هذا الرياضة تخليك باش توصل الهدف تاعك. هي هذه الرماية سبور ما شاء الله، تحفزهم يعودوا يركزوا في القراية تاعهم، عاوناته هو في القراية في التركيز، بسكوليدي عنده فرط الحركة. أصلاً الرماية هذه وصل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. أنا إبراهيم وعد مدرس السنة الثانية متوسط، ككل الأطفال كان عندي فرط الحركة، على هذا والدي خموا يديروا لي رياضة، فكان اختيار على رياضة الرماية بالقوس لامتصاص الطاقة الزائدة اللي عندي. الصربان كان حل آخر من أهلي لتحسين تركيز عندي، والحمد لله هذا الشيء فادني في دراستي. زائد 23 ناقص 22. بون هو الله يبارك شاطر، ماشي من لو جوغلي، ماشي زعما لاحق ولا، عندهم ثلاث مرات في السمانة رماية، عندهم كيف التنس وصوروبان. يوفق يروح يدير التنس، كي يخرج يدير الرماية، يجي العشية يشد يريفيزي هكذا. الحمد لله ما راهوش صراحة هي شقة حبسوا انطرينمو في فترة الاختبارات، عطلة باش نركزوا مع اختباراته، قلنا باش نتحصل على المعدل، والمعدل 11.55. السلام عليكم. السلام. صباح الخير. لاباس. واحد دل حوايجك ضرب. ماما ليه شوف حليفاني، أنا طالع ونطرين. دق جرس المدرسة ودق معاه موعد تدريب تاعي. استراحة خفيفة ونرفد حقيبتي لننطلق سريعاً إلى صالة التدريبات. نوجد روحي لبداية التسخينات مع زملائي في نادي الفنك الرياضي، إحماءات لليونة الجسم قبل حمل القوس، ولزيادة الليونة المدرب يبرمج لنا تدريبات خاصة بالأحزمة المطاطية لشد الجسم. لازم احنا نطرينو مليح باش نجيبوها في الصفرة، ولازم البنادم لازم يكون على استقامة واحدة. رياضة الرماية بالقوس هي رياضة فريدة من نوعها بخصوصيتها بتحكيمها، هي ديجا رياضة أولمبية والمنافسة عليها شرسة في الجانب الدولي. في الجزائر هنا شوية الناس ما تمارسهاش بزاف، الماتريال تاعها شوية غالي. نلبس المشد وحامل السهام، نفس عميق وبعيني الصغيرة نرسم هدفي، وتنطلق سهامي بدقة لتصيب المنطقة الصفراء. ما ظنوش أنها رياضة سهلة، فالرماية تحتاج لتركيز كبير وتقنيات خاصة لإصابة الهدف.